محاضرة رسمي؟ عم فيه Thank you.
نيجي بعد كده مانشستر. ده انا بتكلم عن تي 1 هبخله ازاي؟ بتكلم عندي هاي ليفل وبعدين ايه بينزل بينزل ايه يعني ده ايه؟ ده نيجاتيف ايه؟ اوكي؟ لو عندي زيرو يبقى العكس الفيرجن بتاعي فكان ايه؟ كان نيجاتيف ايه وطالع ايه؟ اوكي؟ عشان انا هاخد كده هستنى مانشستر مانشستر لو عندي زيرو يبقى ايه؟ صح؟ طالع بعدين 1 مش عندي وقت فالتونيت ما بين شوف احنا هنا مثلا في الترم زيرو كنت بعمل ايه؟ طب عندي ايه؟ المستوى بنزل قوي يعني كنت بعملها بنزل زيرو صح؟ هنا هعمل ايه؟ يبقى ايه؟ وبعد كده مش على نيجاتيف ايه؟ زيرو هو الاوبوزيت بتاعها هو بيبدا نيجاتيف ايه ويطلع على ايه؟ تمام؟ هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل زيرو هنا احط هنا نيجاتيف ايه؟ الحاجات دي للانكريبتنج ولا عشان يبعد؟ لا عشان كده بس على الترانسميشن بقى. Thank you.
وده لزيرو يبقى انا هعمل ترانزيشن صح؟ ترانزيشن يبقى ايه؟ دي هنا زيرو هعمل ترانزيشن ده لزيرو تاني ترانزيشن تاني هحولها ل 1 هعمل ترانزيشن اب اللي هي تبقى ليفل 1 بعدين جالي 1 مفيش ترانزيشن صح؟ طلعت وما بين كده جالي 1 تاني جالي 1 تاني من
من اول ستيب. اول ستيب خلينا من هنا هيبدا على طول بالايه ده ماشي. خلينا نشوف ان ده هو بايه هو بيدخل الكوين دي ماشي. ده الام اف تي اوكي بيدخل هنا. هو هياخد مين بقى؟ هياخد الفاليو دي ماشي ويدخلها على اب كاونتر. الكاونتر ده يقول له ايه؟ ان هو مثلا لاب الاولاني ماشي. فيعمل ايه؟ ديجيتال تو انالوج يحولها ايه؟ لفاليو يقدر يقارن بيها الام اف تي. هيجي يقارن البوينت اللي وصل لها دي اللي هي مثلا 4.5 ماشي بمين؟ بالام اف تي. يلاقيها ان هي اقل يطلع من هنا ايه؟ واحد او يعني بي سي سي زي ما انتوا عارفين ان كانت طالعه بي سي سي ايه؟ يعني مثلا في الانبول هيطلع هنا الايه؟ الاس اس تي اكن حاجه تبقى فاليو وهيعملها ايه؟ سامبل انبول في ايه؟ طلعها كده اس تي. يجي بعد كده يقول لك ايه؟ لو دي بوستيف ماشي او يعني بوستيف اس مثلا معناها ايه؟ كلاود اب ماشي. يبقى كده ان هو بيعالج الدم صح؟ عشان ايه؟ يعالج الستاف دي تخرج له لما كان بيخرج له 0.5 هنا تخرج له دلوقتي ايه؟ 1 تمام؟ هيدخل هنا هيعمل اب كاونتر يرفع الكاونتر واحد بعدين يعمل ايه؟ ديجيتال انالوج وبعد كده يقارن تاني. هيجي يقارن هنا هيلاقي نفسه فين؟ اقل من السيجنال يدخل برضه بالسي يجي له ايه هنا؟ 1.5 مثلا اوكي؟ يجي يقارن هيلاقي نفسه اقل من السيجنال يبقى ده بالسي سي نيجاتيف بالسي سي يخرج او نيجاتيف الايه وات ايفر يعني حاجه بتتطور هيطلع ايه هنا نيجاتيف بالسي. هيجي يدخل هنا يبقى ايه؟ داون كاونتر. داون كاونتر هيرجع لمين بقى؟ لل 1 صح؟ يجي يقارن بيه ماشي؟ يرجع كده ينزل ستيب واحده وبعدين ايه؟ يرجع كده هيقارن بيه هيلاقي ان هو اقل هيفضل ايه؟ يمشي في الوقت. حد عنده مشكله ان احنا مش نازل؟ ايوه ايوه كان في زي الاي دي سي كده. طب فين المودريشن؟ انت عاوز تخرج ايه؟ انت عاوز تخرج اذا كنت هتبعت 0 او 1 صح؟ ماشي. البيت اللي بتقول لك انا هزود ستيب ولا ناقص ستيب صح؟ هنا هيخرج لك من هنا دي يخرج لك ايه؟ لا ستيب لا نيجاتيف ولا ستيب صح؟ لو هي ستيب يبقى انت بتبعت ايه؟ 1 لو بتبعت نيجاتيف ستيب يبقى 0 صح؟ فهو اللي بيخرج من هنا هو ده اللي بتعمله مودريشن. ده اللي طلع لك الاكتر بتاع المدريك اللي ده الكومباريتيف ده سهل ماشي. هو ازاي طلع عادي انت عندك لاب هو سامبل الهول ده بيعمل ايه؟ مش انت عندك حاجه طالعه بول طالع بيعملها سامبل والهول ده بايه؟ زيرو تي اس اللي خارجه لك دي خارجه لك ايه؟ هي الستاب بتاعتك ماشي؟ بس انا بعد السنون ده باخدها بتخرع بول تاني عشان لا ما هي بص بالراحه دي انت عاوز تقارن كده زين ولا وان صح؟ وبعدين انت كده بتعملها لاين موديل فانا مش يعني حاسه ان خلاص هي لو انت مخرج لابس كده لو انت هتعمل لاين موديل مختلف مثلا فانت ممكن تدخلها على الوقت تاني بس ده اوريدي بيخرج بوست بقى نيجاتيف في الاستيب. ها معدل الاستيب بحددها ازاي؟ معدل الاستيب تلاتين اسهل معدل الستاب ده ليه علاقه بمين؟ ما هو بيدخل كل قد ايه؟ الكلوك اللي بيدخل فيها سامبل صح؟ الام اف تي دي مش سيجنال انالوج لا هي انالوج ماشي بس انت بتعمل ايه؟ انت عامل لها سامبلينج ماشي انا بعمل سامبلينج وديوريشن في حاجه بتعمل بتعمل ايه؟ سامبلينج وديوريشن مش هو ده سبلتر وديوريشن؟ اه بيعمل ديوريشن اه بيعمل سامبلينج اه ماشي فهنا انت بتقارن دايما بتقارن بمين؟ الستير كيس ديت والحاجه اللي داخلها كانك بتاخد ايه؟ بتاخد البوينت دي وقارنها دايما بالبوينت دي. طيب ايه بقى مشاكل الداتا موديليتور؟ عندي ثلاث مشاكل اوكي؟ الناس قاعدة في الديفرنشال انتوا ما عندوش الديفرنشال في المرة صح؟ بس هو النهارده قاعد في الديفرنشال هناخد الديفرنشال كل حاجة اوكي؟ خلينا نبص كده لو انا عندي حاجة تطلع بايه بصفة عالية قوي اوكي وانا الستيب بتاعتي كانت يعني مثلا عامله كده صغيره يعني عقبال ما اعرف
بتتش ايه بتتغير بسرعه جدا. فانا كده لو ستيب صغيره فانا كده ايه مش عارفه الاحق على التغير السريع في الام اف تي. ماشي ده اللي بنسميه ايه ستوب اوفر لود. طب ايه حله؟ حله تريتي الاول حضرتك خلاص نكبر الستيب صح؟ تضرب مني هنا ايه؟ تضرب مني هنا ماشي خلينا بس نقول اه ماشي خلينا نبدا حته حته نقول السولوشن بتاع كل حاجه وبعد كده نقول السولوشن ينفع لكل المشاكل. ماشي طيب ماشي قال لك قال خلاص مش هنكبر الستيب طب قد ايه؟ قال لنا في كونديشن قلنا ان الاس على تي اس ده تي اس وده هو ايه الاس اوكي ده لازم يكون اكبر من او يساوي ايه الماكسيمم سلوب شفت اصلا مش هلاقي ام اف تي اقارن بيها. ايه؟ لو انا عملت شيفت شويه مش هلاقي ام اف تي اقارن بيها فمش عارف اشغل البلوك ده. لا قصدها ان لما اجي ابدا الستيب ابدا منين؟ شيفت لفوق يعني افتكرت شيفت في الشمال يعني قلت تمام؟ طيب تاني حاجه بقى جراند نويز. يعني ايه جراند نويز؟ بس ده الحاجه الدكتور بعد كده كتب اكزامبل عليها. اوكي ده الاكويشن.
داتا موديليشن معتمد على ايه؟ معتمد على البارس اللي هي الاس الستيب اللي انا كنت شغاله بيها في البيريد اللي قبليها ماشي، والارر اللي انا بيني وبين ايه؟ بيني وبين المثال. طب خلينا ناخد المثال، خلينا نقول ان انا عندي حاجه كده اوكي او حاجه ماشي. اول حاجه هبدا بايه؟ باس نود. سيبني هي عامله كده ماشي. يبقى انا عندي ايه؟ اول حاجه اس نود جست اس نود. سكند اتريشن يبقى هيعمل ايه بقى؟ هيقول لي ان اس واحد بتساوي، وعندي الارر هنا كان كام؟ الارر هنا كان بواحد. الارر هنا بواحد لو انا هزود ستيب، وايه؟ بنكتب واحد لو هقلل ستيب. اوكي؟ طيب هنا الارر بكام؟ هنا الارر عندي بواحد. حلو؟ طيب هنا الارر دلوقتي عندي ايه؟ برضه بواحد صح؟ خلينا نعوض في الايكويشن دي. هو هنا بيقول لي اس اوف كي ماينس 1 اللي هي بتاعت القبليه صح؟ يبقى عندي اس نوت مضروب في ايه؟ واحد. تمام؟ بلس الاس نوت في الارر بتاع الحاجه اللي قبليها. هديني كام؟ 2 اس نوت. يبقى انا هزود ايه؟ يبقى عندي ده ب 2 اس نوت. اوكي؟ طيب تالت حاجه بقى، ثيرد اس اوف 2 بتساوي ايه؟ بتساوي اس اوف 1 اللي هي كام؟ 2 اس نوت مضروبه في ايه؟ في الارر بتاع القبليه. مين الارر هنا؟ واحد صح؟ بلس ايه؟ الاس نوت مضروبه في الارر ده هنا بتاعت الارر بتاع دلوقتي ماشي، في الارر بتاع مين؟ بتاع القبليه. هي تديني كام؟ 3 اس نوت. يبقى هطلع فين؟ هطلع كده Thank you.
مانج بي سي ار هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي سامبلز اوكي مثلا مانج انا 5 3 اي حاجه ماشي بدل ما كل مره ابعت اعمل مثلا موديلي اعمل الكوانتايزيشن بعد كده بي سي ار واجي ابعت كل البيت مثلا عبر عن كل لافل سي او اني مثلا ابعت فاول بواحد او ثلاثه او اثنين او النص او اي حاجه هي ابعت ايه؟ ابعت بدل ما ابعت كل السامبل دي هبعت ايه؟ هبعت الفرق بينهم ايه؟ لينكد نص هنا كومبريشن لما يجي مثلا حتى على التلفزيون ده اللي عمل شويه ضغط في السكرين والكلام ده ان هو انت مش لازم تبعت الباك جراوند مثلا لو في مذيعه بتتكلم هتنشر هي اوريدي ما بتتحركش والباك جراوند بتاعها ثابت فليه ابعت كل مره الفريم كل مره واحده؟ ليه ابعت كل مره نفس الفريم؟ ابعت المذيعه بس؟ لا ابعت الشاهد بيتحرك بس الجزء اللي بيتحرك هي مثلا بيبقى لو هي بتتحرك بس ماشي ما بعتش فريم كله فريم بيبعت كل قد ايه كل مثلا مايكرو سكند مثلا او بيبعت بريت عالي جدا صح فما ينفعش ابعت الفريم ده كلها دي داتا صح ببعتها فليه ابعت الفريم كله لما ممكن ابعت الديفرنس بينهم بين الفريمز وبعضها ويبقى عندي ريفرنس فريم يعني هي تبقى مثلا بدايه كده وبعد كده كل مثلا كام دقيقه ببعت ريفرنس فريم عشان لو في حاجه اتغيرت او كده بس دايما ببعت الديفرنس عشان ايه فكره الايرور والكلام ده ببعت ريفرنس فريم فهي دي الفكره بتاعت الديفرنشال عامه او اي مثلا في الكودنج او كده دايما مثلا بيجي كده عن كومبريشن او كده او اوكي اتكلموا عن فكره او الكومبريشن بقى في الديفرنسز ما بين الديتا ما ببعتش الديتا نفسها اوكي انا عارف الموضوع بيضحك مش يعني حاجه على ايامنا كان بيقولوا لنا مثلا اللي هو البوتيه اللي هو بتاع الميزو كان كانش محتاجين ان هو يبعت فريم هو بيبعت فريم واحد بس وباقي اوديو عادي ماشي فهنا بس عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل نشوف ازاي هيبقى الريكورنس ما بين ال1 والايه؟ او يبعت الديستنس ما بين السامبلز تمام؟ بس الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا ان ما بنبعتش مون احنا بنعمل كوانتايزيشن صح؟ عشان لسه هنبعته كابتس صح؟ فلازم عشان نبعته كابتس لازم ابقى ايه؟ يبقى كوانتايز فالكوانتايزيشن ده هيعمل لي ايرور صح؟ فلازم الايرور لو انا عندي هنا ايرور مثلا ماشي بعت الديفرنس على طول ماشي وعملت له كوانتيزيشن وبعته وبعدين جبت الديفرنس بتاع اللي هي سامبل قبل كده اللي هي كانت داخلاني الاصليه وعملت الديفرنس وبعته كده الايرور بيزيد قوي صح؟ لان دايما ببص من وجهه نظر نفسي اوكي؟ لكن لو انا بصيت من وجهه نظر الريسيفر هعمل ايه؟ هحاول اقلل الجاب في الايه؟ في الايرور ده تمام؟ فده اللي بيعمله الجروب اللي تحت طب خلينا نشوف كده اكزامبل عندي مثلا دي 1 و0 اهو ماشي اول حاجه واحده هتدخل هنا اللوب دي بتعمل ايه بقى اللوب دي انيشال بتبقى زي البريدكتور ده بياخد الحاجه اللي خدها من الكوانتايزر دي ماشي بيجمع عليها اللي هو نقصه اوكي مع الكوانتايزيشن ده بيخرج ايه ديفرنس مش هنا هنا بيخرج لي ايرور الفرق صح وده سبب الكوانتايزيشن فتقول ان هو ايرور داش انا نقصت منه ده صح لو زودته عليه مش يديني حاجة شبهه يعني لو انا مثلا ده ده اكس وده مثلا ايه؟ مش هتديني ده اكس داش صح؟ مش هتديني اكس لان انا اوريدي عملت كوانتايزيشن ففي ايرور. انا قصدي حاجة من اكس ورجعت زودتها بس زودتها متغيرة. يبقى ايه؟ هيديني اكس داش. البريدكتور ده بيفضل شايل لي اكس لمدة تي اس. عشان اقارنها باللي ايه؟ بالسامبل اللي جاي بعدها. اوكي؟ طيب خلينا نمشي كده مع الباك دايجرام. شال اكس ان اكس اسيب انك مدخل اكس بالماينس منها حاجه السامبل اللي قبل كده صح؟ هيطلع لك ايرور تعمل له كوانتايزيشن يطلع لك ايرور ايه؟ داش حاجه كوانتايز انت عاوز تجيب السامبل اللي قبل كده هتعمل ايه؟ انت حاجه دخلتها نقصت منها رقم الاكس دخلته ونقصت منها رقم هجمعه على الايرور بس كوانتايز فالمفروض كان يديك الاكس لو الايرور ده ايه؟ زي ما هو الايرور في زيرو صح؟ فهي هيديني ايه؟ اكس داش الاكس داش ده بريدكتور بيفضل زي الريجستر كده بيفضل ايه سايكل لمده 1 تي اس ويجي كاونت الايه الاكس 2 مثلا خلينا نشوف بقى خالص اول سامبل خالص خلاص في اول سامبل خالص بقى خلاص ايه اول حاجه زيرو بتبقى هي دي تبعتها ما دي تبقى الريفرنس بتاعتك زيها في الفيديو لما تيجي تبعت الريفرنس فريم وتبعت اول فريم اوكي خلينا نقول ان انا اول حاجه ببعت 1 الناس تتابع بقى معايا عشان نمسح الفيديو اوكي ببعت 1 وعندي هنا بريدكتور ما فيهوش حاجه صح؟ هيجمع
ايه؟ واضح. خليني اقول ان انا عندي الستاب نص، عندي ستاب بيساوي نص، وعندي ان هي ايه؟ ميد ثريد. يعني ايه ميد ثريد؟ لا مش عارف بوظها ليه. طب خلاص خلينا ما ندخلش، خلينا واحد من ماشي. عندي هنا ايه؟ هيدخل لي 1.5 هنقص منه 0 هيديني هنا ايه؟ 1.5 ماشي. هدخلها على الكونتايزر اب ولا داون مش فارقة، خلينا نقول ان هو داون، هيخرج هنا واحد اوكي؟ او خلينا اوبن 6 عشان يطلع لنا من فوق ماشي. 2 اوكي. هاجي هنا اعمل ايه؟ اجمع عليه هنا اصله اللي هو الزيرو، هيديني هنا ايه؟ ماشي. هتفضل موجوده لمده ايه؟ تي اس لغايه ما السامبل دي تتغير صح؟ السامبل اللي جاي داخل بعدها ايه؟ زيرو اوكي. الزيرو هماينس منها الاثنين تديني ايه؟ ماينس هعملها كوانتايزيشن ماينس 2 وهنا عندي 2 نيجاتيف 2. هنا كان عندي ايه؟ هنا عندي 2 صح؟ هجمع عليها الاثنين اللي جايين هنا اديني ايه؟ 0. الناس معايا؟ ماشي. طيب هيدخل الايه؟ البت اللي بعد كده او السامبل اللي بعد كده اديني 3. 3 ماينس 0 3 انا عاوز ارقام. ايه الارقام دي؟ ماشي 3.1 ما ماينس هنا تديني هو 2.1 دخلها كوانتايزر 0 صح؟ هتيجي تقارن
ده بالاخير. لا سوري مش بالاخير ده بالاخير مش ده الايرور بتاع السيستم. لا اصبر بس عشان هو بيسال بعد كده الايرور بتاع الكوانتايزيشن. يعني الايرور هنا كان المفروض مثلا هنا التخاريج لك مثلا 2 او 1.6 وانت عملته منين؟ يبقى كده هنا في ايه؟ ايرور 0.4 الايرور بتاع الكوانتايزيشن. لما يجي يسالك على الايرور بتاع الكوانتايزيشن تقول ده اللي ما بين الكوانتايزر اللي هو الفرق ما بين ده كان هام وبعد الكوانتايزيشن عملته كام؟ يعني ده كان نيجاتيف 2 زي ما هو صح؟ وده كان ايه؟ 3.1 وده كان كام؟ 0.8 نيجاتيف 0.8 يبقى قارن ايه؟ قبل الكوانتايزيشن وبعد الكوانتايزيشن. تاني طلعها كده. انت عارف كذا ايرور في ايه؟ لما يجي يسالك على الايرور هتيجي اول حاجه لو قال لك الكوانتايزيشن ايرور يبقى بيتكلم على مين؟ فين الكوانتايزر؟ الكوانتايزر ده ايه الاوتبوت بتاعه اللي خارج؟ هو ليس اللي هي السامبلز دي صح؟ ايه الاوتبوت بتاعه؟ الديفرنس الاصلي. يبقى لما تيجي تقارن هنقارن الديفرنس الاصلي اللي هو ايه اللي انت قربته بعد الكوانتايزر تمام؟ ده ايه ده الايرور بتاع الكوانتايزر. نيجي بعد كده الايرور بتاع السيستم هو مين؟ هو القارن الايرور اللي انت بتدخله بالاوتبوت الخارجي تمام؟ مش هو مفيش بروبلمز على دي انا في بروبلمز بس مش مشيت عندكم عشان مش عارفه هي الدكتور بيجيب الديفرنشال ازاي اوكي وذات دي مين البروبلمز اللي هي اللي كانت في الشيت بتاع الثالث كانت بتحلها من بره. طيب خلينا ناخد بروبلم في الشيت بتاعكم هنحل اثنين والباقي هنحطه يبقى الحل هيبقى نفس السكشن عادي. هو في سكشن هينزل امتى بقى؟ ايه؟ امتى هينزل السكشن؟ السكشن هينزل النهارده ان شاء الله. ده زي الاسبوع اللي فات برضه نزل النهارده في الاسبوع. انا هكلمك انا خليت مع محيى قلت له يا محيى انا باشمهندس انا نزلت قال لي والله ما نزلت حاجه. ما بص اصل انا يعني عندي تسليمات وحاجات برضه زينا اه اه طبعا عندكم دي اس بي؟ سنة رابعة عمر مزنوق ما بنزلهم كل فين وفين. مش هحسبها الاول اوكي تيجي تطلع كده ايه
المفروض احسبها الاول؟ اه طبعا انا هحسبها بس مش عشان دي لازم نسوي. اقصد انا هعوض المعادله بتي اس صح؟ هعوض المعادله بتي اس ماشي هعوض بتي اس تطلع القيمه اعرف بس يعني بالظبط. بس انت بس انت يعني الفكره في الجراف انه يعني انت كده تمشي على كام بس 10 بوينت مش على حاجه الوقت في الامتحان هيبقى عند النقط اللي انا عايزها. ما هي انت في الاخر احنا ماشيين في ده متقسم على النقط اللي انت عاوزها وده مرسوم تو سكيل. انت ده مرسوم تو سكيل وده مرسوم تو سكيل فطبيعي انك انت عند الاثنين تطلع فعلا عند الرقم اللي اعلى او اقل مش لازم تقعد تحسب او تحسب اعملها كده بس ده اصعب يعني ماشي. هلاقي ان ده اعلى من الايه من هنزل ايه الشكل ده بعد كده هنا هطلع بعدين هنا هطلع كمان هنا اعلى مش هي يعني بعد كده ماشي بعدين هينزل ستيب وبعدين هيطلع ستيب تفضل ايه ماشي على الستريت لاين اوكي. الفكره بس انك انت لازم تعرف تقسم الاكس بتاعك الواي والاكس ماشي ده مقسمه على اساس ايه تي اس بتاعتك وده بقى اسمها اساس ايه على اساس الستيب والاحسن انك انت ما تبقى ايه ما تلخبطش نفسك في اوبن اللي هي دي لازم الاحسن انك تخليها انت بس كده عشان ايه تعرف ترسم بسهوله وبعد كده ده ترسم ستيت اوكي ارسم مثلا نقطتين ثلاثه وصل بما انه ستريت لاين خلاص مش محتاج الا نقطه ايه نقطه على الزيرو نقطه ثانيه على الزيرو اوكي. ده سؤال كمان ينزل فين بيروح تلاقي انا طول الكوشن لا لا هي هي هنا الستيب ثابته بس عشان انا كنت بحاول ارسم تو سكيل باللي انا طلعته مش بس مش بس هي ساعه اوتوماتيك كده ولا في الكاس؟ لا في الكاس كويس ماشي. بعد كده عندي هوصل هنا في 125
خلصت ده تعمل باي شكل كده مثلا عشان تعمل كده اي حاجه يعني كده مثلا نازل طالع اي حاجه بعد كده طالب ايه ترانسميتد بيتس ايه ترانسميتد بيتس لو طلع 1 تبقى 1 لو طلع 0 تبقى 0 يعني هنا تبقى 1 بعد كده هنا 1 تاني صح بعدين هنا 0 بعدين هنا 1 بعدين طلع 1 تاني بعدين هنا 0 بعدين طلع 1 صح بعد كده بيقول لي شو whether overloading occurs or not يعني ايه overloading occurs or not فقالوا بايه؟ الكونديشن احنا سائلين اللي هو بتاع الستوب اوفرلود هو الاس على السي اس هشوفه اكبر من او بيساوي بيساوي الام ماكسيموم صح؟ عايز الستوب هنا كام؟ 5 3 صح؟ هل ده اكبر من او بيساوي الاس اللي هي 1 الاف اس الاف اس اللي هي 10000 اه صح؟ ده معناه ايه؟ مفيش مفيش ما سؤال الأخير اللي هو موجود في الشيت فيه فكرة شوية ماشي إن هو بيديك ام تي يقول لك إن هو ساينسويدل ماشي بيديك الأمبليتيود اي ام 6-1 ونزيلك الاف اس تساوي مثلا 10 كي اوكي اي حاجة مش مهم هي ايه يقول لك إن هو ساينسويدل وعاوز الكونديشن عاوز اختار الاس علشان ما يحصلش سلوك اوفرلود هتعمل ايه؟ ام تي بتساوي اي ام ساين او كوزاين مش فارقه اوكي هي باخد الماكسيمم اوكي وبعد كده دي تعمل ايه؟ ام تي داش تبقى اي ام 2 باي اف ام كوزاين هياخد الماكسيمم وياخد السلوب يطلع كام؟ اي ام 2 باي اف ام صح؟ هاجي اقول ان الاس على التي اس ماشي؟ اكبر من او بتساوي ايه؟ اي ام 2 باي اف ام ماشي؟ هي بتساوي كام على الاس؟